بسم الله الرحمن الرحيم. برأيي أن أفضل بطاقات الفيزا المتوفرة حاليا في البنوك السعودية هي من بنوك الراجحي والأهلي والجزيرة. ففي هذا الفيديو راح أتكلم عن حاجة دائما توصلنا عليها أسئلة كثيرة، أنه لو الناس اللي حابين أنهم يستخرجون بطاقة ائتمانية من الراجحي فراح يحصلون أنه في عندهم نوعين، حسم شهري ومرابحة. ففي هذا الفيديو راح أتكلم عن المميزات اللي توفر في كل نوع من هذه الأنواع وأيضا العيوب. فقبل ندخل في التفاصيل، أتمنى تعطوا لايك لهذا الفيديو وأيضا تشتركون بالقناة عشان نوصل إلى 70,000 مشترك قبل نهاية السنة. أول الفروقات ما بينهم هي في الأنواع. فالحسم الشهري تجي بثلاث أنواع: كلاسيكية وبلاتينية وإنفينيت. لكن المرابحة هي تجي بلاتينية وسيجنتشر وإنفينيت وسيلكتيف، واللي هي خاصة للسيدات. السيلكتيف هي نفس السيجنتشر، لكن الفرق انه شكل البطاقه يختلف، لكنها نفس مميزات السيجنتشر. بمعنى انه لو جاء احد قال لك انا مثلا معي بطاقه فيزا من الراجحي سيجنتشر، فتعرف على طول انها مرابحه لان الحسم الشهري ما يجي فيها سيجنتشر. ولو على سبيل المثال جاء واحد وقال لك انه مع كلاسيكيه، فمعناه انها حسم شهري لانه ما تتوفر كلاسيكيه في المرابحه. طبعا هي مرتبه بالافضليه، فالكلاسيكيه هي اقل نوع، بعدها يجي بلاتينيه، بعدها انفينيت، وفي المرابحة تجي بلاتينية واللي أفضل منها سيجنتشر، وبعدها انفينيت، والسيلكتيف هي نفس السيجنتشر. فالأنواع مختلفة ما بين الحسم الشهري والمرابحة. نجي للميزة الثانية وهي المهمة، أنه بطاقات الحسم الشهري رسوم إصدارها 370 ريال بغض النظر عن نوعها، لكن المرابحة تختلف. فأعلى نوع فيها يجي الانفينيت رسوم إصدار السنوية 990 ريال، لكن الراجحي من سنة تقريبا وضع أنه رسوم الإصدار مجانا مدى الحياة، واتوقع انه يجددوا حتى الشهر القادم. فالان رسوم الاصدار مجانيه مدى الحياه لكل بطاقات الراجحي سواء المرابحه او الحسم الشهري، لكن لو انتهى هذا العرض فالحسم الشهري هي افضل لانه رسوم اصدارها السنويه اقل. نجي للميزه الثالثه والمهمه، انه المرابحه عليها فوائد، بمعنى انه لو جيت تاخرت في السداد فراح يحسبون عليك تقريبا 1.99%، يعني 2%. بمعنى لو الحد الائتماني لبطاقتك 20,000 انت استخدمت 10,000، فراح يحسبون عليك 2% فوائد، وكل شهر راح يسحبون من رصيدك 5% او 100 ريال. فالشهر اللي بعده راح يحسبون لك 2% فوائد على 9900، الشهر اللي بعده على 9800، وهكذا. طبعا الحسم الشهري لا، بعد شهر من صدور كشف الحساب اي مبلغ انت استخدمته راح يتم استقطاعه من الحساب الجاري. فالمرابحه ايضا تقدر انك انت تطلب من البنك انهم يخصمون 100%، لكن هذا طلب منك، لكن اذا ما طلبت هم ينتظرونك انك ما تسدد عشان يحسبون عليك فوائد. فانتبهوا من هذه النقطة للمرابحة، انه لازم تسدد اول باول، ولو ما سددت راح تنحسب عليك فوائد 2%. الحاجة الرابعة والمهمة، انه في العمليات الدولية يعني استخدامها خارج المملكة او بعملة غير الريال الحسم افضل. فالمرابحة يحسبون عليك رسوم عمليات دولية 2.75%، ويعطونك مكافآت 2.4%، يعني 6 نقاط، فبالتالي يحسبون عليك فائدة 0.35%. لكن الانفينيت الحسم الشهري على سبيل المثال رسوم العمليات الدولية عليها 2% ويعطونك مكافآت 2.4%، يعني كأنك انت استفدت 0.4%. ففي العمليات الدولية الحسم البلاتينية والانفينيت افضل من المرابحة بكل انواعها. الحاجة الخامسة واللي مهمة ايضا، انه رسوم العمليات في بطاقات الحسم ارخص واقل من بطاقات المرابحة. بمعنى مثلا عمليات السحب النقدي في بطاقات المرابحة 75 ريال بغض النظر انت سحبت من مصرف الراجحي او من غيره، لكن بطاقات الحسم 21 ريال في رسوم عمليات لو سحبت من مصرف الراجحي، 3 ريال لو سحبت من صراف غير صراف الراجحي سواء كان دولي او محلي. ايضا رسوم الاعتراض الخاطئ في الحسم 30 ريال، في المرابحة اغلى بسعر 50 ريال. فرسوم العمليات سواء سحب نقدي او اعتراض في الحسم أفضل بكثير من المرابحة. طبعا كل الخمسة أشياء اللي أنا ذكرتها كانت الحسم تتفوق فيها على المرابحة، لكن في الثلاث أشياء الجاية راح تتفوق فيها المرابحة على الحسم. أول حاجة هي سهولة استخراجها، فالمرابحة تقدر تطلعها من التطبيق بكل سهولة، الحسم لازم أنك تتكلم الهاتف الاستثماري للراجحي أو أنك أنت تطلبها من الفرع. وايضا الانفينيت ما في طريقه انك انت تطلعها، راح اذكرها ان شاء الله في نهايه هذه التغريدات، لكن انك انت تطلع بطاقه مرابحه من بنك الراجحي اسهل بكثير من انك انت تطلع بطاقه حسم. نجي للفرق المهم،
انه في برنامج في بنك الراجحي اسمه برنامج تساهيل، بحيث انك انت تقسط مشترياتك بدون اي فوائد. بمعنى لو اشتريت انت شيء اكثر من 1000 ريال، تقدر انك انت بعد ما تشتري تدق على البنك وتقول قسطوا لي المبلغ على 3 شهور، على 6 شهور، على سنه، وراح يتم تقسيطه. هذا البرنامج فقط متوفر في بطاقات المرابحه وليس متوفر في بطاقات الحسم. فلو كان يهمك تقسيط المنتجات فما راح يتوفر الا في بطاقات المرابحه، لانه هنا مكتوب للاستفاده من تسهيل التقسيط يمكن لحامل البطاقه استخدام الحد الائتماني الحالي لبطاقه الراجحي الائتمانيه المرابحه فقط. فالحسم الشهري ما فيها اي برامج تقسيط. برنامج تساهيل فقط لبطاقات المرابحة. الحاجة الثامنة أنه المرابحة تقدر أنك تطلع بطاقتين إضافية مجانية، تقدر تطلع باسم زوجتك، بأسامي أولادك، فتقدر أنك تطلعها مجانا حتى لو خلص عرضهم اللي هو رسوم إصدار مجانية مدى الحياة. لكن الحسم اختلف العلماء. أنا كلمت الراجحي مرتين، في موظف قال لي عليها رسوم البطاقات الإضافية، وفي موظف قال لي لا. فما ودي أفتي في حاجة ما يتأكد منها، لكن الواضح انه عليها رسوم زي ما قلت لكم ماني متاكد. فالبطاقات الاضافيه تكون برسوم على بطاقات الحسب، لكن المرابحه تكون مجانا. الفرق التاسع واللي نسيت اقوله لما كنت اذكر مزايا الحسم، انه بطاقات الحسم تقدر انك انت تعدل الحد الائتماني. بمعنى لما تيجي تصدر مثلا بحد ائتماني انت اخترت 10000 ريال، تقدر تنزله الى 5000 ريال بدون اي مشاكل، وتقدر انك تزيده، لكن الزياده تاخذ وقت في اعتمادها، لكن النقصان سهل خلال ساعة إلا مقللين الحد الائتماني. لكن المرابحة ما تقدر تقلل الحد الائتماني. بمعنى لو أنت جيت طلعت إنفينيت مثلا بحد 75000 ريال ما راح تقدر تنزلها، لازم تجي تلغي البطاقة وبعدين ترجع تصدرها مرة ثانية. والحد الائتماني للسيجنتشر والإنفينيت عالي، السيجنتشر 20000، الإنفينيت 75000، ما عدا حسابات التميز لهم اعتبارات خاصة. فالميزة الحسم انك انت تقدر انك انت تعدل الحد الائتماني، لكن بطاقات المرابحة ما تقدر تعدل الحد الائتماني الا انك انت تلغي البطاقة وترجع تصدرها مرة ثانية. الفرق العاشر والاخير واللي يمكن انا ذكرته في البداية، انه بطاقات الحسم الشهري ما فيها بطاقة سيجنتشر، ما فيها الكلاسيكية واللي ما انصح احد يطلعها. البلاتينية انا اشوف انها ممتازة، خصوصا انه يعني يتم الاستقطاع بشكل تلقائي بدون فوائد. مكافآت على العمليات المحلية 1.6%، مكافآت على العمليات الدولية 2%، وتجعلها من أفضل البطاقات في العمليات الدولية. لكن عيبها أن ما فيها دخول صالات المطار إلا 25 صالة بخدمة دراجون باس، وأيضا يعيبها أنه ما فيها خصومات مثل خصومات كريم والتوصيل للمطار مجانا وغيرها. فالسيجنتشر متوفرة كمرابحة فقط. لكن الإنفينيت الحسم الشهري هي برأيي أفضل بطاقة ائتمانية متوفرة عند البنوك السعودية، مع بعض العيوب اللي راح أذكرها في السنابة القادمة. أنا عندي بطاقة إنفينيت الحسم الشهري، مطلعها بحد ائتماني 5000 ريال، يعني حد ائتماني قليل، تعطيني مكافآت على عمليات المحلية 2%، على العمليات الدولية 2.4%، يعني أفضل حتى من بطاقات العملات. وأيضا فيها الخدمات مثل التأمين الفيزا مجاني لو جيت أسافر برا، وايضا فيها مثلا توصيل المطار عن طريق كريم مجانا، وغيرها من المميزات المتوفره في الانفينيت اللي هي اعلى بطاقه في الفيزا. فاذا قدرت انك تطلعها كويس. كيف تطلعها؟ لازم تكون عميل تميز ماسي، تقدم على البطاقه البلاتينيه، بعدين تكلم مدير العلاقه اللي هو خدمه العملاء الخاصه فيك، وتطلب منهم الترقيه، وان شاء الله يكون مدير العلاقه حقك فاهم وراح يطلب الترقيه وراح تصدر لك خلال يومين. لو ما كنت تميز ماسي مالك حل انك تطلع بلاتينيه تستخدمها لسنوات وبعدين تجيك ترقيه على حسب البنك اذا تواصل معك ووافق على الترقيه ولا لا. هل هذا معناه انه بطاقات الانفينيت ما فيها عيوب؟ الا فيها عيوب. اول عيب انا بالنسبه لي انها ما تقبل شحن المحافظ. في السابق كنت اشحن محافظ مثلا اس تي سي باي ويور باي وكانت تعطيني مكافآت. فالان وقفوا شحن المحافظ او وقفوا احتساب المكافآت على شحن المحافظ. الحاجة الثانية على حسب الموقع يقولون انهم ما يحسبون سداد الفواتير ولا يحسبون صيانة السيارات ولا يحسبون شراء السيارات، لكن من تجربة الفواتير ينحسب عليها مكافآت، صيانة السيارات ينحسب عليها مكافآت، السيارات للأمانة ما جربتها، لكن في ناس جربوها عند بعض الوكالات وحسبت لهم مكافآت. فهذه عيب الانفينيت من بنك الراجحي. طب وش البطاقات اللي تقبل شحن محافظ وتقبل اللي هو شركات السيارات؟ بطاقة الأهلي اللي هو
الوورد وايضا بطاقات بنك الجزيره، هذه تقبل شحن المحافظ. لو حابين اتكلم عن شحن المحافظ راح اتكلم عنه في فيديو قادم. هذه كل الفروقات ما بين الحسم الشهري والمرابحه. السبب اني عملت هذا الفيديو لاني يعني شفت فيديوهات قدموها ناس وكانوا يقدمون معلومات ما اتوقع انها صحيحه. فانا بعد متاكد من المعلومات اللي انا ذكرتها وكلها يعني من تجربه. فإذا استفدتم من هذا الفيديو أتمنى أنكم تنشرونه. الناس اللي عندهم حسابات في الراجحي أنصحهم يطلعون بطاقات الحسم الشهري، خصوصا البلاتينية لو قدر يطلع الإنفينيت كويس، لكن البلاتينية أنا أشوف أنها مناسبة لمعظم الناس، حد ائتماني قليل، مكافآت مجزية، فأنصح فيها لأغلب الناس. لو قدرت تطلع الإنفينيت برضو كويس، لكن لازم يكون حسابك تميز ماسي. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، أتمنى أكون ما طولت عليكم، أتمنى يكون الشرح واضح. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.